تجمع تاع بلديه بابر 600 سكنه، رانا مستفيدين كثر خير ربي ودونا. واليوم رانا نعانيو من 2012، لا غاز لا ماء لا تريسيتي لا شيء، ما عندنا، راهم وعدونا وما كان والو. المسؤولين وعدونا باللي جوا هذه يبداو في الاخر بما فيهم الولي. هنا كاين الناس تكري وما عندنا سكنات، تجمعات وهي كاريه، علاه؟ لاسباب واش؟ عندي 8 تجمعات على مستوى بلديه بابر مركز، وعندي 5 تجمعات على مستوى عين جربوع. انا نوعدهم في القريب العاجل ان شاء الله تنطلق الاشغال في المحولات ان شاء الله. كي تنزل المحولات ان شاء الله تسلى العمليه باش نوصلوا جميع السكنات بالكهرباء.